ده معناها عن جد متضايقة. أنا بالنسبة لي تزعل الدنيا كلها وأنت ما تزعلي، فهمتي؟ الله يطعمك يلي طعمنا يا ربيع. شوف الحكي ما في أحلى منه رفض. شوف أنت شقد بتدللني وأنا برجع بنا. أنت مالك علاقة بالقصة. أنا هاليومين معصبة شوي مشان الله ما تواخذني، أنت مالك علاقة بهالحكي. عن شو عم تعتذري؟ يعني اني شغلت لك بالك على شي فاضي، فوق كل شي حلو عم بشوفه وبسمعه منك برجع بنق. بس انا هيك طبعي نقاقة، هيك الله خيلقني. احسن ما تعتذري وكتري حكي، سوينا غدا من ايديك الحلوين. ايه على عيني تأمر. ربيعة في دندرمة طيبة كتير هون براس الشارع، روح اشتري لنا. دي يلا بروح اجيب ثلاثة لاثنين. ثلاثة ثلاثة روح يلا. رأفت أفندي، صاير معك شي وما عم تخبر ربيعة؟ ليش خير شو في؟ أنت بتعرف قلب المرة، هي حاسة أنك متغير. أنا بالأول فكرت عم تتوهم، بس بصراحة أنا كمان حسيت نفس الشي. لا تواخذني، بس عم تفكر أنك تترك ربيعة؟ أعوذ بالله، شو هالحكي هذا؟ يمكن ما بحق لي اتدخل بخصوصياتكم، بس الله يخليك، ربيعة مو لقياني، هي ما لها غيرك. لا تكسر بخاطرها، الله لا يكسر بخاطرك. شو؟ وطي صوتك، هلا ابوكي بيجي على غفلة وبيسمعنا. شو بكي خالتي، شو جنيتي يعني؟ اسفة على الكلمة، بس شو هذا الحكي، جنان بجنان؟ ولك مو انا اللي جنيت، هذا ابوكي وما رح يكن لحتى يتجوز. حاجتك خالتي من شان الله، بعدين من كل شي في نسوان بالعالم ما لقيته غير رفيقتي زينب، وانت اللي رح تخطبي له، شو هذا يا؟ حاسه حالي بكابوس ما له طعمه من الاساس. وفاء شيليني من فلسفتك، في عنا مشكله وبدنا نحلها، ومثل ما هي مشكلتي هي مشكلتك انت كمان. هلا ابوكي اذا راح وتجوز وجاب لنا وحده وطلعت بنت حرام، رح نندم انا وانت. اها منقوم نخطب له رفيقتي اللي من عمري ومثل اختي، بعدين تعي لهون، كيف تقبلي على حالك انت تخطبي له؟ خلص خلص، طبعا الاستقبالات تبع هي الثقافه ومعرفتك بهدول النسوان الاكابر خلوكي تتكبري علي انا. والله مو قصدي، أنا آسفة خالتي. احكي لي شو بدك تقولي لي. وفاء اسمعيني وفهميني، ضايع عليكي اقري لي هالرسالة. ايه تكرم عيني. رشيد عبد الرحمن ما غيره؟ كني بتعرفيه؟ يوه مين ما بيعرفه، هو من اشهر الرسامين، وبعدين انا بعتبره هو مثلي الاعلى. يعني هو اللي باعت الرسالة؟ ايه. خالي انت من وين بتعرفي؟ من هو وصغير كان يحب الرسم كتير، كان شاطر، كان يرسم على الحيطان بالفحم. بدي احكي لك انا القصة تقريب الاول. يلا تكرم عليك. امي صديقتي حبيبتي الغالية ربيعة، ها انا ذا قد تجاوزت 50 من العمر، ولا زلت في كل اسفاري ابحث عنك بين كل نساء العالم فلا اجدك. شوي شوي لك بنتي، كني حدا لحقك بعصاية؟ ولا أجد امرأة تقاربك جمالاً وعطفاً وحناناً. لازلت لا أفهم كيف يمكن لإنسان ممتلئ بالحزن والأسى حينها أن يعطي كل هذا القدر من العطف والحنان لكل طفل يتيم يرسم بالفحم على جدار طينيه. كل ما وصلت له اليوم من شهرة ونجاح هو بسببك. شكراً لك أمي، لأنك صنعت مني رجلاً وعلمتني ما معنى أن يكون المرء إنساناً.
حبيب قلبي. خالي، هو كان من أولاد الميتة؟ والله فرحتيني. رب العالمين ما بحرم حدا من شغلة إلا بعوضه بشغلة تانية. صحيح أنا الله حرمني الخلفة، بس عوضني ببدر. والله لو كان ابن بطني ما كنت حبيته أكتر. واللي بفكر انه رب العالمين حرموا الحب والعشق كون غلطان، ما بترك حدا. ايه عمار، هات لشوف شو هو هالموضوع المهم. بدي اعرف شو قصة حنا. انا قصة؟ قصة انه ليش هيك حاقدة على العالم كله. خلقت الله. لا لبنى، مو خلقت الله. هي ما بعرف ليش بدها تقنع العالم انها لئيمة وباردة، مع انها هي حدا كتير دافي وحنون من جوا. عم تفزلك ما هيك؟ لا ابدا، بس ظريف اني اشوف حدا من برات العيلة وقدران يفهم حنان مع انه ما بيعرف قصتها. اها، اصبح في قصة. حنان لما كانت سنة اولى حبت شاب معها بالكلية، حبته حب جنان، حب لا شفته ولا سمعت عنه. وهو ما حبها؟ يا ريت بس هيك. هو قال لها انه مو حابب يحدد علاقتهم بشكل، وانه خليهم هيك عم يمشوا ليشوفوا لوين بدها توديهم القصة. قبل عيد ميلاده باسبوع قررت انها ترسم له صورة، ومع انه كان وقت امتحانات انقطعت عن دراستها وقصرت فيها مشان جهز له اللوحة على الوقت. ولما راحت على عيد ميلاده عرفها الافندي على رفيقته. طبعا ما في داعي اقول لك انه حنان تدمرت وانهارت، ضلت شي اسبوع بلا اكل. عمار، الكل حاسس انه حنان عاجبتك. اذا بدك الصراحة انت كمان عاجبها. ليش حكيت لك شي عني؟ لا ابدا، بس هلأ في شغلة اهم. اذا انت مفكر تتسلى مع حنان فهي ابدا مو خرج. اوعك تضايقها او تجرحها. وهلأ صار لازم امشي. لبنى، انت كيف عرفتي اني انا عاجبها؟ لانها عم ترجع حنان القديمة. Thank you.
انفجار باب العمود في مدينة القدس عن استشهاد 14 مواطنا فلسطينيا وجرح ما يقرب 30. وفي خبر آخر، والله العظيم هذا إجرام، إجرام. لسه اللي جاي أسوأ بكتير. لا تقول هيك أبو أحمد، مشان الله بلكي بتنحل القصة حبية. حبية؟ شو خناقة لتنحل حبية؟ بلكي بوقف القتل، بتطيب الخواطر، بلكي الناس كلها بتعيش في فلسطين مع بعضها. انت من كل عقلك عم تحكي هالحكي بداب؟ يعني ابن اوكرانيا وابن بولونيا جاي ليتعايش معنا؟ على كل الحرب صارت على البواب، والاحسن للكل انه مشروع الدوله يفشل. شلون يعني للكل؟ حتى لليهود؟ اذا لا قدر الله صار في دوله اسمها اسرائيل، فهذا الشيء حيصير بشرطين. الشرط الاول انه حتكون مدعومه من بريطانيا والدول الاستعماريه، والشرط الثاني انه محيطها العربي حيكون ضعيف. والشرطين موجودين؟ الشرطين موجودين، بس حيجي يوم ينكسروا، لأنه التاريخ علمنا أنه دوام الحال من المحال. ما حيقدروا يوقفوا بوش أمة كاملة. أكيد لا. قيمك من كلام الراديو والجرايد، القصة كتير بسيطة. في ناس جايين يقلعوا ناس من بيوتهم وأراضيهم ويعدوا محلهم. تنحل حبية؟ بس مو عدل أبداً أنه الواحد ينسرق منه كل شيء بيخصه. يلي رح ينسرق من الفلسطينيين مو بيوتهم وأراضيهم، حياتهم كلها رح تنسرق. انت شامية وكل عمرك عايشة بالشام، تخيلي الشباك اللي كنت تشوفي منه حبيبك كل يوم ينسرق، عتبة البيت اللي كانت ستك تغني لك فيه وانت صغيرة تنسرق، الحارة اللي بتشوفي فيها رفقاتك وجيرانك كل يوم تنسرق، هذا البيت اللي انت فيه هون عند ربيعة ينسرق ويجي حدا تاني ويسكنه، شو بيصير؟ منشان هيك راح ابعتك انت عواضي. عن جد مولانا؟ ولو يا ابني، ليش في مزح بهيك امور؟ كتر خيرك، الله يخلينا اياك يا رب. بقى بجهز لحالك منيح، بلكي بكره او بعد بكره الفجر بتتيسروا ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. شيخنا بدي اسالك، ليش نحن ما بنروح بوجهنا فلسطين؟ ليش على الاردن بس؟ لا يا ابني، الشباب الاردن بتكفلوا بالباقي، نحن بنوصل للاردن وهن هنيك بيوصلوا لفلسطين. وبلا 200 يا افندي، انت بتعرف غلاوتك منيح. على راسي. ماشي ماشي، سلامات سلامات. ولك شو جنيت انت؟ لا لا يا عمي ابو اسحاق، ليش هالحكي هاد؟ عم تشتروا بغالي وتبيعوا بالخيل، شو هاد؟ هذا اسمه تهجير اليهود لارض الميعاد. ولك امرنا لله، تدفعوا لصاحب البيت غالي مشان يبيع وينقلع. بس الشرة ليش عم ترخصوا له؟ ها؟ لأنه هذا الشرة مو حي الله شرة. كيف يعني سيدي؟ يعني من جملة الانتهازيات والمصالح يلي عم بتصير، جماعة عم يشتروا أملاك وأراضي ومحلات اليهود برخيص. عادية سيدي، ناس مدنية وعم تشتري من اليهود، وين المشكلة؟ هلا واحد يشتري بيت عادي ما فيها شيء، بس واحد أندبوري يشتري بيوم واحد 3 بيوت وتاني يوم 50 قصبي وتالت يوم محلين بسوق الصاغة، انت برأيك هي عادية؟ كيف أندبوري وعم يشتري؟ هون الفكرة، هذا واجهة. لمين؟ لواحد مستعد مو يهجر اليهود على فلسطين وبس، مستعد يهجر الإسلام والمسيحية كمان، طالما عم يشتري بيوتهم ومحلاتهم بربع ربع قيمتها. عفوا سيدي، هي المعلومات وصلتك من سيادة المقدم؟ اي نعم، لانه سيادة المقدم عنده ناس تعرف تشتغل وتراقب. حقكن علينا سيدي. مو مشكلة، بس بدي اياكم تعرفوا نحن بشو علقانين ومع مين. معقول سيدي في حدا بيعمل هيك شيء مشان المصاري؟ منشان المصاري؟ ليش في شيء عم بيصير بالتاريخ الا منشان المصالح والمصاري؟
عمرها صارت حرب أو سلام إلا مشان المصاري؟ شو الحل؟ نحن ما معنا مصاري. شغلي وحدي ممكن تفيدنا، الوعي. الوعي لحالنا، والوعي لوضعنا، والوعي لعدونا. خالتي خليني روح جيب زينب وإجي أنا وياها لعندك. وفاء، نحن اتفقنا تروحي معي مشان تلهي أمينة، مو مشان تنزعي لي الموال اللي براسي. يا خالتي هاي رفيقتي، رفيقتي مو حي الله حدا. بعدين كيف تقبل على حالي روح لعندها مثل الخطابة؟ والله حاسة حالي مو أنا. وفاء، يا بتروحي معي بشروطي يا بترجعي على غرفتك. شو قلتي؟ الحقيني. يعني انت اللي بعتتي نسوان مبارح؟ وخليت مرتك تبعت وراي وما كنت ارضى اجيها لحتى خليتها بذات نفسها تيجي لعندي وتطلب مشورتي. ايه وزعنا الشغل هلا بيني وبينها. شلون يعني؟ يعني انا هلا شغلتي انه اقنعك بزينب على اساس قال يعني. وهي؟ هي بدها تقنع زينب. حاجتك بقى ام عبدو؟ ما بكون ام عبدو يا تاج راسي. اذا مو من اول ما خطيت رجلك برات بيتك الست فاديه تكون راحت ركض لعند زينب. تتذكر اني اقترحت عليك تشتغلي مع ملازم فوزي؟ بس بتذكر كمان اني ما وافقت. معك حق، لازم يسلموك وزارة الخارجية. انتو سلموني المعلوم يا سيدنا وخلي الخارجية والداخلية كلها إلك عيوني. انتي بس سلميني زينب وخدي كل شي في مصاري بالشام. اعوذ بالله يا سيدنا، انا ما بدي الا نفرح فيكم والله يتمم على خير. رجعي احكي لي بالتفصيل من الاول، ما استوعبت. اهلين حبيبتي، كيفك ست امينة؟ اهلا وسهلا. ان شاء الله بخير. الله يخليكي، تسلمي. يلا عن اذنك لساوي القهوه. لا خالتي انا بساوي القهوه. لا زينب، نحن متعودين على قهوتك انت، بس قهوه الست امينة لسه ما تعودنا عليها. طبعا بعد اذنك ست امينة. ايه تكرم عينك، وانا رح ساعدها. زينب حبيبتي، بدي احكي معك كلمتين. خلينا نفوت لجوا. تفضلي. اسمعيني زينب منيح، بدي احكي معك كلمتين قبل ما حدا يجي. افتحي لي اذنيكي واسمعيني للاخر. خير خالتي. زينب انتي بتعرفي قديش انا بحبك وقديش انتي غالي علي. وانا بحبكن كتير كلياتكن، وانتي بمقام المرحومة امي. الله يرحمها. تعيشي. المهم زينب، انتي ووفاء بتشبهوا بعضكن كتير، ان شاء الله عليكن فهمانين واكبر من عمركن، ومهما تعلمتوا بالاخر بدكن تتجوزوا ويصير عندكن بيوت وولاد كمان. ما عم بفهم عليكي خالتي، يا ريت تحكي وتريحيني. رح تفهمي خالتي، رح تفهمي. بس قبل ما احكي شو في، بدي نبهك على شغله كتير مهمه. صحيح القرايه بتعلم، بس في شي ما بتتعلمي الا من الحياه. مثل ما الله اكرمك بالعلم والقراية، أنا كمان الله أكرمني بخبرة الحياة. ومثل ما أنتي مبسوطة باللي عندك، أنا كمان مبسوطة باللي عندي. سافر على أساس 3 أيام وراجع، وهذا اليوم الرابع ولسه ما بين. اشتقتي له؟ أي والله يا ست أمينة اشتقت له، وبصراحة بلش الفار يلعب بعبي. تعرفي صبايا بيروت؟ اي ما بيطلع لهم معي. تسلمي. بتغاري؟ لا بصراحة بغار، بس ما بزعل، بس هيك بحب اعمل حالي غيرانة. ايه انا ما بحب هيك بنوب. ست امينة بدي اطلب منك طلب اذا ما في ازعاج. ايه حبيبتي قليلي. هلأ بس نقوم نمشي انا وخالتي فادية. ركي علي مشان ضل، الله يخليكي.
كثير حابة ضل جنب زينب، وخالتي بدها يعني امشي. اي من عيوني، اساسا لو ما انت طلبتي انا كنت حخليكي. خالتي شو عم تحكي؟ انت وعدتيني انك ما تحكي شيء، وانا ما بدي اسمع هلا شو هو ردك. فكري منيح وعلى مهلك. بس انا في شغله كثير بهمني انك تعرفيها. قد ما كنت بحبك وقد ما كنتي غالي علي، اوعي تفكري ولو للحظه اني ممكن اجي اطلب ايدك لجوزي كرمال سواد عيونك. بس انا ما بدي اخرب بيتي بايدي، ولانه بحب جوزي وبحب بيتي وبدي احافظ عليهم. اتمناكي انتي لجوزي. ان شاء الله ما تكونوا خلصتوا حكي ونحن عم نعمل القهوه. اتفقنا. كيف بتشوفي؟ بعيني طيبه قهوتك يا ست امينه من ريحتها. اهلا وسهلا ست فاديه، نورتينا. أبي معلش تتركينا لحالنا شوي. بعرف إنك زعلانة مني. زعلانة؟ ما حذرتي زينب، القصة مو طبخة وانحرقت لحتى أزعل. أنا مقهورة، حاسة حالي أكل ميت كف من آخر حدا ممكن يأذيني بالدنيا. أنا أأذيكي؟ والله بموت حالي قبل ما أساوي هيك. كيف قدرتي تعملي معي هيك؟ وأنتي بتعرفي إنك أغلى رفيقة عندي، ليش هيك قدرتي فيني؟ حلفتك برحمة أمك تسمعيني. اسمعيني بالأول، وبعدين إذا بدك بلغي هالجوازة من أساسها. وفاء، نحن من وقت كنا صغار عيلة واحدة. هذا الحكي بعرفه. لشو بدك توصلي زينب؟ اللي بدي اوصل له انه انا مستحيل اتجوز ابوكي لاني طمعانه فيه ولا مكايده فيكي. ما انت بتعرفيني كثير منيح، ما سالتي حالك ليش هيك ساويت؟ وفاء انا حبيته. حبيته شو ساوي؟ هو الانسان الوحيد اللي بحس بالسعاده هو جنبي. قلبي بفرفح لما بشوفه من جوا، بحس بالامان هو موجود، وهذا الشيء ما لقيته بحدا تاني. بتقومي بتتزوجي واحد قد ابوكي؟ شو بدهم يحكوا عليكي العالم؟ لما الواحد بيحب ما بيعود بيسأل عن كلام الناس، وانتي دونا عن كل بتعرفي هالشي كتير منيح. مع هيك اذا هاد الشي رح يخليني اخسرك، انا هلا بحكي مع ابي خليه يلغي الجوازة. طب ليش ما خبرتيني؟ خفت، متت رعبة. من شو؟ خفت شوفك مقهورة مني وعم تبكي. خفت اخسر اختي ورفيقة عمري وبيت سري. اصلا ما عرفت بأي وش بدي اقلك شو هي الطريقة. خبيت عنك لاني خفت اخسرك. وفاء انا ما بدي اخسرك. بورجيكي لو أعرف هيك كنت تزوجت أبوكي. على صرت تخطب لك يا أمينة وليه؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا شيخنا،
خجلان منك خيرات الله، بس يعني في شغله صارت معي ومضطر اجل سفرتي نهارين زمان. خير يا ابني، شوفي. كل خير ان شاء الله شيخنا، بس انا اختي اجاها نصيب وان شاء الله اليوم كتب كتابها. يعني وانت مثل ما بتعرف وجودي واجب. ان شاء الله بالرفاه والبدين يا ابني، خذ راحتك ولا يهمك. وبهاليومين تاخير هدول منزيد المعونه لاخوتنا بفلسطين، وعلى قولة المثل كل تاخيرها وفيها خيره. بارك الله فيك، بارك الله فيك. استغفر الله العظيم، استغفر الله. هاي اجينا عريس. اليوم مسمح لك تحكي اللي بدك اياه، من بكره ترجع مثل بني ادمين. امرك عريس الزين. بس بدي افهم، ليش مصر تروح معي؟ ولو ابو احمد، معقول تروح لعند الجماعه ما يكون معك جاهة؟ يا عيني عليك جاهة. بعدين يعني ما بتتفوت قعدة محمود. نحن رايحين نخطب، لا تسلموا للزلمة. ولو ابو احمد، شو هالحكي هاد؟ شو نحن اولاد صغار؟ لك انا لو تركتك عند مرتك، مو كان احسن لي وارحم لي؟ حق علي. العين عليكي، قمر مصور. شكرا، عبال عنك. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. ان شاء الله الف مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. ان شاء الله عقبال ما افرح باولادك يا عروس. تسلم. ان شاء الله الف مبروك يا ابو احمد. الله يبارك فيك ويخلي لي اياك. الف مبروك يا ابي. الله يبارك فيك. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك عمي ابو احمد، الف مبروك. بلاها يا عمي، صرت سهرك. اي والله سهري واحلى سهر. عمي ابو احمد، انا عندي جوز كلام قدام الحاضرين كمان. يمكن انه اياك ما بنتفق بكثير شغلات. يمكن لانه انا متشدد شوي بديني. وانت متساهل، بس انا بعرفك وبعرف اخلاقك، بعرفك لك عمي، وبعرف انه اختي رايحة لبيت عز ما بتنضم ان شاء الله. بعرف انه رايحة لعند رجل كريم ابن كرام، اصيل ابن اصول، وانت ما رح تقصر معها. زينب ما تخاف عليها، رح حطها برموش عيوني. انت قد ودود عمي، والله انت قد. وانا هلا صار فيني لكم اني مسافر وأنا مطمئن. مسافر؟ وين مسافر لك ابني؟ يا بي أنا اتطوعت بجيش الإنقاذ. جيش الإنقاذ؟ أنا رايح جهة فلسطين. هيك على سكتي؟ من دون ما تخبر حدا لك ابني؟ أنا كنت ناطر كتب الكتاب يا بي. وإمتى متيسر إن شاء الله؟ إن شاء الله بهاليومين. وأنا كمان إلي معك جوز كلام. حكيك كله مزبوط، أنا وأنت في كتير شغلات ما متفق فيها، بس بقصة فلسطين مو بس بتفق معك، لا وبشد على إيدك كمان. أنا مثل ما برفع رأسي بنسبي من عيلتكم الكريمة، برفع رأسي أكتر إنك أنت رايح تجاهد فلسطين. برفع رأسي فيك يا محمود. روح، الله يحميك، ترجع لنا بالسلامة. رضاك يا بي. الله يرضى عليك دنيا واخره. الله يرضى عليك دنيا واخره. بسم الله الرحمن الرحيم. اما الان ايها الاخوه المشاهدين، فنستقبل اتصالاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا.
وعليك السلام يا أختي. تفضلي. أنا أم محمد من الكويت. أهلين أخت أم محمد، أهلين فيكي وكل أهلنا بالكويت. تفضلي يا أختي. يا شيخ محمود، بنتي يا شيخ طلبت من ريلها تزورني، قام رفض الله يهداه. قامت انتظرت لين طلع من الباب واتصلت بي، كان جواله مسكر. قام جت لعندي الله يهداها، وقام من يومها بطل يرد عليها الله لا يوفقه. بس سؤالي يا شيخ محمود، يصير شرعا يا شيخ الله يهداك ان خذيته وطلعنا مشوار؟ يا اختي الكريمه، ليش صفيتي؟ هلا كل مره بدك تعملي معنا هالسالفه؟ هذا اخي، ولو بيصير مين ما كان رح يضلوا اخي، ورح ضل حبه، وما رح اسمح لحدا يعطي عليه او يهينه. لك انت شو صار لك؟ ليش هيك صايرة عنيدة وصايرة جقرة؟ لما بتعملي هيك بتصيري بشعة. إذا الشغلة إلها علاقة بأخي إيه؟ بصير عنيدة وبشعة. لا بقى حدا يجيب سيرته قدامي. زينب شو بكي؟ وين رايحة؟ أنت بتعرف قديش موضوعه لمحمود بيزعجني. بتعرف كمان إني أكتر وحدة بالعالم ضد الشي اللي سواه. بس أنا بزعل عليه، ما بزعل منه. محمود ضحية يا رأفت، وانت بتعرف هالشي. أنا لما بمزح وبحكي على محمود مو قصدي إني أتمسخر عليه ولا على شخصيته، أنا ما بلاقي شيء أحكيه. بعدين يعني أنا قصته كلها ما عم بقدر أفهمها، ما عم بقدر. ما بمر علي يوم واحد وما بفكر بمحمود. تخيل إنه موقف صغير بسبب وحدة يقلب له حياته هيك فوقاني تحتاني، ويورطه بهالورطة اللي ما نو عرفان يطلع منها. المواقف الصغيرة مو بس روحت أخوك وحياته، شايفة الأمة كلها، كل الأمة العربية هيك مواقف صغيرة مثل هاي روحتها، وناس تافهين نزلونا بطاوسة ما عدنا نعرف نطلع منها. طيب علي، ماشي ماشي، شوف شو بصير معك وخبرني. يلا باي. عجبكن على هالمشكلة؟ خير شو في؟ وقفوا علي بمطار نيويورك. ايش عم تحكي؟ ليش بقى؟ ما في شي، بس قبل ما يخلوه يسافر لهون بدهم يعرفوا منه تفاصيل عن خال مرته الداعية الإسلامي الشيخ محمود الكلاس. أخوكي شو عرفهم انه خال مرته؟ اهلين عمار. ايه شو عامله؟ عم بشتغل بالبيت. طيب شو رايك تقومي تجي؟ ما في داعي، خلص خليها لغير مره. طيب حنان، أنا في موضوع حابب أحكي معك. عمار، عم تفهم علي؟ خلص شيلنا من هالسيرة. حنان شبك أنا غلطت معك بشي؟ لا لا، القصة مو عندك، المشكلة عندي أنا. طيب منحلها سوا لهالمشكلة. عمار بترجاك، خلص انسى القصة، خلينا نعرفها لو سمحت. مع السلامة. أنا جاي ما بتأخر. إيه؟ أوكي. حنان الله يوفقك، شوفي لي مين. رقم خاص. طيب ردي نازلي.
الو لبنى ما تسكري. ما رح سكر لبنى مشان الله اسمعيني. ماني لبنى. عفوا مو رقم لبنى؟ بلا. مين صفاء؟ لا حنان. حنان انا ماهر. لو سمحت افتح السبيكر بدي احكي كلمتين مع لبنى. مو ضروري هي تحكي المهم تسمعني. خد هاي لبنى معك. بدي لبنى انا ما بدي منك شيء بس لازم تعرفي اني انا بحبك وبموت عليكي وانا بهالاسبوع اكتشفت قديش انا بحبك وقديش انا محتاج لك. مشروع تخرجي لغيته وبدي سافر ولو ان شاء الله على السنغال. ارجوك تقدري موقفي وما تحطي للموضوع ابعاد تانية ومشان ما ازعجك بصوتي لازم اقول لك على شغله. لبنى عندي خيارين، يا اما بتحكي وبتسمعيني صوتك وبكره بجي بطلب ايدك يا اما والله بحياتك ما عاد تسمعي صوتي. واذا اخترت الخيار الثاني سكري انت لانه انا ما رح سكر. لا سكر. حكيتي؟ لا ما حكيت. ما قلت لي مع مين كنت عم تحكي كل هالقد؟ لا ولا شيء، هذا رفيقي بألمانيا. ولا عيونك هيك عميل معه فرحان كل هالقد؟ كان عم يخبرني انه سفرة ألمانيا رح تزبط وان شاء الله أول ما اتخرج الفيزا بتكون جاهزة. صحاب لك الله يسلم هديات يا خالته. يا أخي شو بدنا بالحكي؟ طبخ الأم غير شكل. إن شاء الله صحة وهنا. إذا بدك تحكي اليوم بعد الجامعة تتغدى مع نجيب. لا أصحك أمي شو عم تحكي؟ ما بتعرفي لها؟ للأ بيصدق. أنا بدي إياه يصدق مشان يجي. تسلميلي يا خالته من زمان تعي. أصلاً نجيب صار بده روداج ونفض محرك من أول وجديد. شو؟ شو هاي روداج ونفض محرك؟ تركتك أسبوع صرت شوارعي؟ حمل حاله نجيب وطلع على بيروت مثل هربانين، لا خبرني ولا ودعني ولا حكالي أي شيء. أخ خليها لله. شلون من الصبايا صحيح؟ مناح ماشي الحال بس حنان ما بتقدر تركز بالمشروع تبعها. ليش؟ ما بعرف هيك ضايجة كأنها. إيه إذا بدك أنا في عندي رفقاتي فنون جميلة بقلهم إنه يساعدوه. لك شو يساعدوه؟ شو هي طبخة كبة؟ هي ما رح ترضى أساسا. وبعدين أنا ملتهي مع أمي حبيبتي. تسلم لي يا حبيبي بس دير بالك على حنان. أنا هالبنت حبيتها كتير، ساعدوها لا تقصروا معه. أمي شو رأيك نروح نطلع عليها؟ بيكون هلأ بالها مشغول. أنا من جهتي مشغول مالي فاضي. إيه بعتذر منك سيادة الوزير نسيت اجتماعاتك الطارئة. نجيب لا تزودها على عمار، هذا صار محسوب عليها. شو واسطتك كبرت أستاذ عمار؟ إيه والله. بابا أنت ملاحظ أنه عم تزودها على ماما شوي؟ ما حدا بيفهم أمك بالعالم كله مثلي، وأنا أكتر حدا بالكون بيحبها، فهمتي؟ أنا من لما جوزت أمك انقلبت حياتي فوقاني تحت.